من نجوم البطوله عبد الرحمن الحسيني لاعب النادي الاهلي، يعني الف مبروك الفوز، بطوله كبيره واعتقد كنت عند الميعاد، وانت بشكل خاص عبد الرحمن يعني كان اشاده جمهور النادي الاهلي اكيد بتوصلك في تونس. والله يعني الله يبارك فيك، يعني كل حاجه وصلت لنا بصراحه، حب الجمهور كان باين لنا يعني على السوشيال ميديا، الناس كلها كانت بتبارك لنا ومبسوطه بينا، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا بصراحه ان احنا نفرح الجماهير. ما فرقش معانا البطوله فين، في تونس في مصر، كان هدفنا ان احنا نطلع نفرح جماهير النادي الاهلي. يعني الدعم الجماهيري وقعدة كابتن محمود الخطيب معاكم في رمضان قبل السفر، كل ده كنت شايفه ازاي؟ والله هو يعني احسن حاجه في النادي الاهلي ان هو دايما بيحاولوا نبص لقدام ويشجعونا. كابتن الخطيب بعد الخساره وقف جنبنا ودعمنا، ودي كانت اهم حاجه بصراحه، وكنا محتاجينها نفسيا ومعنويا ان احنا نطلع ونأدي في افريقيا كويس. عبد الرحمن كلمه اخيره بقى تقولها لجمهور النادي الاهلي، وبقى داخلين على بطوله السوبر بنظامها الجديد، وجمهور الاهلي يعني خد بطوله افريقيا، لكن اعتقد جمهور النادي الاهلي طمعان في مزيد من البطوله. مظبوط، نحب طبعا نبارك لهم على بطوله افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله السوبر في الجزيره ان شاء الله. شكرا عبد الرحمن، ان شاء الله. محمد دي كانت لقاءاتنا مع كابتن احمد صلاح طبعا نجم فريق النادي الاهلي، وعبد الرحمن الحسين النجم الصاعد بسرعه الصاروخ. كلمه ليك دلوقتي ومستمرين ان شاء الله في مزيد من اللقاءات. شكرا.